Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جو ريبون على واحد لا كيسيون اللي كتوصلني بزاف واللي هي لو كو دو لا في ا كيبيك. شحال داير لو لوايي, لا نوريتور, لو سالير اي دوتغ كيسيون. الوغ فهاد لا فيديو جو ريبون على كاع لا كيسيون ديالكم. Principalement pour les étudiants les baghin yjiou ykemlou les études ديالهم هنايا في كندا, ولا pour les familles aussi les baghin yjiou يستقروا هنايا في كندا. فغنحاول اني نعطيكم لو ماكسيموم دانفورماسيون اي لو بيدجي باش تقدروا تعيشوا هنايا في الشهر. اي اول حاجه خاصكم تعرفوها هي 1 دولار كنديان كيساوي 6.90 دراهم مغربيه بلو طو تشونج ديال اليوم. 1 دولار كنديان كيساوي 6.90 دراهم, حيت لا فيديو ديالي كامله غادي نهضر بالدولار كنديان. ما عليكم غير تصرفوا من الدولار للدرهم المغربيه باش تعرفوا شحال هو الحساب. ثاني اهم حاجه خاصكم تعرفوها هو لو سالير مونسيوال. لو سالير مينيموم هنايا في كندا اللي هو 12.50 دولار للساعه, اي ما يعادل 84 درهم مغربيه. طبيعه الحال غادي تقولوا لي شنو هاد الخدمه اللي نقدروا نخدموهم بلو سالير مينيموم بلا ديبلوم بلا والو. فانا غادي نقول لكم الخدمه اللي تقدروا تخدموهم افيك ان سالير مينيموم هو فلاكيس كيسي كيسير دون ان سوبر مارشي فحال مرجان فحال بيم. كاينين دي سوبر مارشي هنايا تقدروا تخدموا ا لا كيس, سينو تقدروا تخدموا لا بوشري الكرياد لا بواسونري. كاين با مال دو بلاص في لو سوبر مارشي اللي تتبداو ا 12.50 دولار. سينو تقدروا تخدموا فوندور فوندوز دون ان ماغازان على حساب لو ماغازان. كاين اللي كتخدم ب 12.50 دولار فهذا هو الصالير ديالك, وكاين اللي كتخدم ب 12.50 دولار وعندك واحد لا كوميسيون الا بعتي باغ اكزومبل 1000 دولار في النهار عندك 100 دولار ولا 50 دولار فعلى حساب المحل اللي غادي تخدم فيه. سينو تقدر تخدم سيرفيس في ريستوران ولا في قهوه ولا في شي بلاصه بحال هكا, اي لو سالير ديالك تيكون 12.50 دولار زائد لو تيبس لو بوربوار اللي كيعطيك لو كليون, حيت هنا في كندا سي اوبليغاتوار اننا نعطيو 15% ديال لا فاكتور. هاد القضيه غادي نشرحها في الاخر ديال لا فيديو باش تعرفوها اكثر. الوغ هادو هما الخدامي, وكاين بزاف ديال الخدامي اخرين اللي تقدروا تخدموا بهاد لو سالير. سينو درت دي ريشيرش باش نشوف لو سالير موين ديال كنديان كيبيكوا ولا ماروكان اللي ساكن هنايا عنده ان ديبلوم شحال يقدر يخدم دون اون انتربريز خدم مع الغوفرنمون ولا انتربريز بريفي. فلقيت لو سالير مينيموم اونتر 25 دولار 30 دولار اللي هو لو دوبل ديال سالير مينيموم 100 ديال تك. المهم بغيت نعطيكم اون ايدي على لو سالير هنايا. الوغ نبداو, اول حاجه غادي نديروها هي غادي نحسبوا لو سالير مونسيوال ديال شي حد اللي خدام في طون بلان بسالير مينيموم. لي طون بلان هنايا عندك الحق تخدم في 40 ساعه في السيمانه, ولكن ما كتاخذهاش كامله فكينقصوا لك منها لي بريك, كينقصوا لك منها الا درتي دي غاتار, فكتجيك واحد 38 ساعه 35 ساعه على حساب انت فين خدام. انا باش نبقى ما بين 35 ساعه و 40 ساعه درت 38 ساعه, فغادي نديرو 38 ساعه في 16.50 دولار واللي غادي تعطينا 1900 دولار. يعني هاد الانسان غادي يخدم 40 ساعه في السيمانه, في الشهر غادي تجي 1900 دولار. نورمالمون ملي كتجيك 1900 دولار لو غوفرنمون كياخذ لك لي طاكس منها 15% ولا 20%. كل ما لو سالير ديالك كان عالي كل ما لي طاكس كياخذوا لك بزاف. باغ اكزومبل الا درتي في جوج سيمانات 800 دولار, فغادي ياخذوا لك واحد 150 دولار حتى 200 دولار. كل ما درتي كثر كل ما كينقصوا لك كثر, وفي الاخر ديال العام الا لقاوك درتي كثر من 25000 دولار في العام فكيصيفطوا لك لك الحساب وكتصيفط لهم 1000 دولار 500 دولار على حساب نتايا ولو سالير ديالك. انا في هذا لا فيديو ما غاديش نقص لي طاكس, غادي نحط لو سالير كما هو 1900 دولار وغادي نقصوا منه الحساب. اهم حاجه اللي كتجي من بعد الصالير هو لو لوايي, هو الكرا شحال كيتخام الكرا. هنا لقيت واحد شويه صعوبه باش نحسب لكم الكرا, حيت سا ديبون المدينه سا ديبون الدار, ولكن بلي ريشيرش اللي درت وسولت الناس ومشيت سولت حتى انا, فلقيت لو لوايي سورتو ا مونريال ما بين 600 دولار حتى 3000 دولار بطبيعه الحال على حساب لابارتمون على حساب البلاصه فين على حساب بزاف ديال الحوايج. فانا حاولت نقلب على دي ميزون ديال 3.5 1.5 اللي بعادين شويه على سونتر فيل قدامين شويه, لقيت لو لوايي ديالهم ما بين 650 دولار حتى 1000 دولار. يعني غادي نحاول انني ندير لكم ما بين 650 حتى 1000 دولار, ندير لكم 700 دولار اللي غادي تجيب لكم ان بيت ابارتمون بيت وحمام وكوزينه, ولكن بعيده على سونتر فيل ويقدر يكون فيها لو شوفاج ماشي انكلي. هادشي غادي نهضروا عليه ابري. المهم انا غادي ندير لو لوايي 700 دولار. من مور لوايي بطبيعه الحال اهم حاجه وهي الماكله لا نوريتور. شحال كتقام لا نوريتور هنايا؟ هنا لا نوريتور على حساب الواحد شنو كياكل, واش كتاكل بزاف كتاكل شويه كتاكل اللحم اكثر من الخضره كتاكل الخضره اكثر من اللحم. فانا حاولت نعطيكم اكزومبل بيا انا بما انني ساكنه بوحدي شحال كتقام عليا لا نوريتور
فانا كنتقدى كل سيمانه كنمشي نشري شنو خصني وفي الشهر كنتقدى تقديه كبيره اللي هي الزيت الطحين الدجاج اللحم. غادي نقول لكم شحال غتقام عليكم في السيمانه تقديه. في الاخر ديال لا فيديو مشيت لان سوبر مارشي وتقديت ووريتكم الاثمنه في لو سوبر مارشي شحال دايرن المواد الاوليه واوسي تقديت ووريتكم لا فاكتور ديالي في الاخر ديال لا فيديو غادي تشوفوا شحال تقام عليا. ولكن بالحساب اللي درت وسولت حتى الناس اللي ساكنين بوحدهم فلقيت ان في السيمانه كتقام عليك ما بين 80 دولار حتى ل 150 دولار على حساب الحاجيات ديالك. فانا حاولت ندير بيناتهم ودرت 100 دولار واللي هي 400 دولار في الشهر. فبطبيعه الحال 400 دولار انت بوحدك ماشي جوج ما عندكمش دي زونفون، ما كل ما تزاد الناس كل ما كيتزاد اكثر. من مور هادشي كاين الالكتريسيتي واللي هو ملي كنقولوا هنا في كندا الالكتريسيتي كتمشي ديريكتومون مع هيدرو كيبيك الشركه اللي شاده كندا كامله. هي الالكتريسيتي ديال الدار شحال غتقام عليك؟ فكاين الديور اللي كتكري الدار بواحد 750 دولار ولا 1000 دولار في الشهر كيكون الالكتريسيتي انكلو يعني ما كتخلصهاش. ولكن الاغلبيه ديال الديور اللي كتلقاهم ب 600 دولار حتى 800 دولار فانت اللي كتخلص الالكتريسيتي من جيبك. الالكتريسيتي فلو مينيموم هو واحد 55 دولار اللي كتخلصها في الشهر. ولكن في الوقت ديال الليفر كيكون البرد بزاف فكتطلع الشوفاج فالالكتريسيتي تقدر تجيك ما بين 200 دولار حتى 350 دولار على حساب الدار بطبيعة الحال. انا حاولت انني نجمع الليفر شحال كتقام مع في الصيف، حاولت انني نفرقها في الشهر فلقيت غادي تجيك واحد 100 دولار ديال الالكتريسيتي في الشهر. منساش هنايا ملي كتمشي تكري الدار فضروري كتخلص لي زاسيغونس ديال الا تحرقات الدار ولا الا طرات شي حاجه لا سمح الله فكيكوفريوك لي زاسيغونس. انا ما حسبتهاش ولكن خصكم ديروها في بالكم هنايا سي اوبليغاتوار لي زاسيغونس. من بعد الالكتريسيتي وهي الانترنت. الانترنت ملي كنقول الانترنت هنا في كندا الا بغيتي باغ اكزومبل تشري التلفازه وتدخلها ودير الاذاعات فكيكون واحد الكابل اللي خصك تخلص عليه سواء شهريا ولا في العام. انا ما غاديش نحسب لكم الثمن ديالو حيت الاغلبيه كياخذوا الكابل ما كيخلصوش كيعرفوا يصايبوه بوحدهم. الاغلبيه ديال الناس ولاو كيتفرجوا في يوتيوب اكثر ما يتفرجوا في القنوات العاديه. فانا غنحاول نقول لكم غير الانترنت اللي هو الواي فاي شحال كيتقام هو لو مينيموم لو مينيموم لو مينيموم لو مينيموم هو 50 دولار يعني ارخص شركه هنايا داير 50 دولار. من موراه فكتجي الانترنت فبطبيعه الحال غادي يجي شي واحد هنا ضروري ما غادي يشري التليفون وضروري ما غادي يدير النمره فيه. فهنا النمره عندك لو مينيموم دايره 30 دولار فيها ابل اي دي ميساج اللي ماشي اللي قلالين بزاف. ولكن الا بغيتي دير داتا لا كونيكسيون في التليفون ديالك فلو مينيموم لو مينيموم داير ما بين 50 دولار حتى 100 دولار كما قلت لكم على حساب لو داتا ديالكم على حساب شحال بغيتي من جيجا على حساب شحال من حاجه. اغلبيه ديال لي زيتيديون كيديروا لو مينيموم ديال لي داتا واللي هو كتقام عليهم في الشهر 55 دولار. من موراها هي المواصلات. المواصلات اللي شي حاجه مهمه هنايا سورتو ا موريال كلشي كيعرف موريال كبيره بما انك كتكون بعيد على موريال فضروري خاصك البوس المترو اللي كياخذ 3 ديال لي بوس ابري المترو على حسب انت فين ساكن. مهم هنا كاين البوس كاين افيك اون كارت بوس اللي هي هذه وريتكم في لا فوتو كتشارجا كل شهر. الا كنتي ايتيديون كتشارجيها ب 55 دولار، الا كنتي خدام ماشي ايتيديون فكتقام عليك ب 83 دولار باش تشارجيها في الشهر. ولكن راها ايليميتي تقدر تسافر بها شحال ما بغيتي شهر كامل. سينو كتقام عليك هنا بالنهار 3 دولار فاصلة 50 البيي وحده فواياج واحد. فمن الاحسن انك تعمر لاكارت ديالك وتسافر بها ايليميتي. بالنسبه للناس اللي باغين طوموبيل فصعيبه شويه انني نقول لكم شحال كتقام حيت في الفيديو ما بغيتش نطول عليكم. ولكن الا عندكم دوت كيسيون تقدروا تخليهم ليا في لي كومونتير كنت نقدر ندير لكم فيديو بروشا نجاوبكم على لي تاكس على شحال تقام لكم لا فواطور شحال لي زاسيغونس شحال من حاجه. الوغ انا باش نكمل الحساب ديالي فدرت لو بوس 83 دولار نقصوها من المجموع. ابخي هاد لي كالكول اللي درت في الاخر غادي تبقى لك 512 دولار في جيبك. 512 دولار في جيبك ما حيدتش منها الا مرتي خاصك الدواء، ما حيدتش منها الحوايج، ما حيدتش منها المهم. هنا الا مشيتي للريستورون وشريتي بلا داير 15 دولار فمنين غادي تجي تخلص لا فاكتور غادي تلقاها 18 دولار 4 دولار ديال لي تاكس 15% اللي كنخلصوهم على اي حاجه بلس 15% ديال التيبس اللي اوبليغاتوار خصك تعطيه لو سيرفور سواء كتعطيه 15 دولار لو مينيموم ولا عجبك لو سيرفيس ديالو تقدر تعطيه اكثر. كتقام عليك لو بلا ديال 15 دولار كيتقام عليك بواحد 25 دولار ولا 22 دولار. كذلك في الحوايج الا مشيتي تشري تريكو داير 20 دولار فمنين غادي تجي لاكيس فغادي تخلص واحد 24 دولار ولا 25 دولار 15% ديال التيبس فقط. ف
فاي حاجه لو توتال ديال لا فاكتور ديالك جاتك 100 دولار فغادي تخلص 15% ديالها غادي دير لها الكالكول وغادي تشوف شحال جاتك تقدر تجيك 80 دولار 70 دولار 60 دولار فهذه ضروريه كنخلصوها هنا في كندا اي حتى في الماكله الا مشيتي تشري البسكوي الشكلاط ولا العصير كتخلص عليه لي تاكس الحوايج اللي ما كتخلصش عليهم لي تاكس هو شي حاجه فاميليال هي البيض الحليب الخبز الخضره هادو ما كتخلصش عليهم لي تاكس ولكن ملي كتولي المناضه العصير البسكوي فهادو شي حاجه اللي ماشي من الاولويات اللي خاصنا نشريهم فكتخلص عليهم لي تاكس وفي الاخر ديال العام الا درتي اكثر من 25000 دولار فخاصك تخلص عليها واحد المونطون اللي كيحسبوه لك لو غوفرنمون كل ما كان الصالير ديالك على كل ما كتخلص اكثر دابا غادي نحاول ندير واحد لو كالكول سريع جدا ديال لو بيرسون لي يل ترافاي طون بلان ولكن افيك ان سالير مونسويل ديال 25 ا 30 دولار باغ فالحساب وحسبت درت ليه نفس لي كالكول اللي درت افون لقيت لو توتال ديالو غيبقى ليه في جيبو 1900 دولار واللي هو الصالير ديال واحد خدام طون بلان بسالير مينيموم ولكن هاد 1900 دولار بطبيعه الحال ما نقص منها نفس الاثمنه ولكن كما عارفين كل ما كيتزاد السالير كل ما كيتزادوا لي ديبونس فالا كنتي كتشد 30 دولار في الساعه غادي تكري دار دايره واحد 1000 دولار ولا 1500 دولار غادي تكون عندك طوموبيل اللي كتخلص ليها لي زاسيغونس خاصك تبدل ليها لي بنو في ليفير ليسونس الى الله يستر طرات لك الضربات ليك طرات لك شي حاجه كيكونوا بزاف ديال لي ديبونس اي اوسي بلاص ما تمشي للريستورون اون فوا بار سيمين ولا اون فوا بار موا كتبدلي تمشي ليها اربعه المرات خمسه المرات فاكيد حتى لو بيرسون اللي كيشد 1900 دولار فحال اللي كيشد 3000 دولار غير هذا كيخلص لو لوايي لا فواطور اي هذا كيخلص لوايي قل اي لا فواطور قل دابا غادي نوريكم لو سوبر مارشي الاثمنه شحال دايرين شحال تقامت عليا في السيمانه وغادي نحاول نوريكم الاثمنه غيال اللي مكتوب تما باش تاخذوا ونيدي على شحال كتقام الماكله هنايا فوالا كما قلت لكم في الفيديو في الاخر ديالو غادي نمشي نتقطى باش نوريكم لي بري الباكيت ديال 4 فوالا كما قلت لكم في الاخر غادي نوريكم شنو شريت وبشحال تقام عليا كما كتشوفوا خديت بطاطا خديت فرماج ليتول فلفله شامبينيون كونكومبر الحليب البيض هادشي اللي انا محتاجه هاد السيمانه هو هادشي اي جاتني لا فاكتور جاتني 85 دولار باش تعرفوا شحال ديال التقضيه خديت شحال تقامت عليا لو طوطال جاني 85 دولار خديت محتاجه بطاطا وشويه ديال الخضره ديجا عندي في الثلاجه يعني هادشي غير اللي انا محتاجاه هاد السيمانه تقام عليا ب 85 دولار ما خديتش دانون ما خديتش الدجاج ما خديتش اللحم حيت هاد السوبر مارشي اللي كنمشي ليه ما فيهش ديك الشيء حلال يعني خصني نمشي للسوبر مارشي حلال باش نشري الدجاج باش نشري اللحم باش نشري الحوت ما خديتوش حيت عندي في الكونجيلاتور اقل من حاجه في الكونجيلاتور اللي تقديتها السيمانه اللي فاتت ما تقديتهاش دابا يعني الا بغيتو تاخذوا باركزام خصكم الزيت والدجاج خصكم اللحوم خصكم الدانون عندكم الاولاد راه هادشي ما غاديش يقدكم هادشي اللي وريتكم انا تقديتو بوحدي حيت ساكنه بوحدي بالنسبه لواحد لو كوبل اللي عايش اونصومبل ولا عندهم دي زونفون يعني غادي تضربوا هاد التقديه اللي خديت في دو فوا يعني راه غادي تجيكم على الاقل في السيمانه واحد 120 150 مهم انا عطيتكم واحد ليدي باش ديك الساعه تعرفوا الاثمنه هنا كيفاش دايرين اي جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم ونكون فدتكم ونكون عطيتكم معلومات اللي كنتو محتاجين تعرفوها والى عندكم اسئله واحد اخرين ما تحشموش سولوني في لي كومونتير كوم سا نقدر ندير لكم فيديو واحد اخر ونحاول نشرح لكم ونجاوبكم على كاع لي كيسيون اللي باقي عندكم في راسكم وما جاوبتش عليكم اي تهلاو في راسكم اي ميرسي بوكو